انا كان ابتسام الرجال قلتها ونعود نقولها. مثلا انا ماشي مسلمه والمغرب كيفرض عليا كيبز عليا باش نكون مسلمه وباش نتبع القوانين ديال البلاد اللي هما قوانين دايرينهم للمسلمين والمسلمات. اذا انا تندافع على حريتي باش نقول بلا انا ما كنامنش، انا مغربيه ولكن ماشي مسلمه. وهذا هو الميساج اللي كنبغيو نوصلو ملي كنديروا هاد الندوات. كنبغيو نوصلو لي ميساج هما حريه الفضيه، شنو هي حريه المعتقد، وهما حريه الفضيه اساس حريه المعتقد اساسي. ملي كنهضروا على حقوق الانسان وكندافعوا على حقوق الانسان، ما يمكنش ندافعوا على حقوق الانسان ونساو حريه الفرديه.